استاذ طارق يعني السيد نائب رئيس مجلس النواب توجه بكتاب الى المحكمه الاتحاديه الشيخ هو حمود يسال روح بالله زميل المخرج عرضه يسال عن عن ما يخص تأجيل الانتخابات فجاء قرار المحكمه الاتحاديه كيف قرات قرار المحكمه الاتحاديه استمر بالصور زميل المخرج شلون شفت اليوم ماذا ارادت ان تقول المحكمه الاتحاديه تفضل شكرا لك وبارك الله بك الله يحفظك كما <applause> هو معلوم لحضرتك آيتان كلمتان تتكلمان عنها الأولى وردت في سورة يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وآية أخرى تقول قضي الأمر واستوت على الجودي فقرار المحكمة الاتحادية ببيان الرأي بالفتوى بالتفسير الذي أصدرته حسم النقاش وأسكت قول كل خطيب وأنهى الموضوع ولم يبقى إلا مئة يوم وأيام قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات اذا علمنا الانتخابات يوم 12 خمسة حضرتك الانتخابات البرلمانيه بالمناسبه وليس الانتخابات المحليه الانتخابات البرلمانيه لان المحكمه الاتحاديه العليا عملها بالدستور الانتخابات البرلمانيه منظمه بالدستور في حين لا علاقه لها بالانتخابات المحليه الانتخابات المحليه منظمه بقانون مع لا. قانون لمجلس الدولة اقول حسمت الامر وطبيعي انا بمجيب الماده 94 من الدستور قرارات المحكمه سواء قرارات تفسيريه او قرارات مصادقه على انتخابات او قرارات اتهام او تعتبر نهائيه باته اولا وملزمه لجميع السلطات، باته أي انه لا يجوز النظر بها مجددا ولا اعاده الحكم بها ولا الطعن ولا الاستئناف ولا التمييز وملزمه لجميع السلطات لمجلس النواب للحكومه لاي سلطه اخرى موجوده.